فنون لأي شيء عنده فن في الدنيا دي، لازم يكون في مهارات وفي فنون للعدالة الاجتماعية عشان أحقق توازن. نعم، لازم تكون في فنون ومهارات لطريقة التطبيق في إشعار الضحية. نحن يعني حنلف وندور وبنرجع تاني للضحية. للضحية. أنا أصلاً قصد العدالة الانتقالية دي أنا بقصد بها الضحية، إحقاق الحقوق ليها. فأنا في المهارة في الأسلوب اللي أنا بأدي به، يعني الآن نحن العدالة الانتقالية في تقريباً هي بقت منتشرة في أغلب الدول، لكن نحن كسودان للآن ما في فهم. لازم يكون الاسلوب اللي انا بوصل به العداله الانتقاليه، ما عمليه بتاعتي انه اجي اقول اليات، ما حس الضحيه ما حست بانه فعلا في تطبيق، ما حست فعلا انه في محاكمات، ما في هناي. دي الطريقه اللي انا بحتاج. طيب فنون في مواجهه المقاومه، فنون في مواجهه المقاومه والمخاطر الهشه، يعني مرتبطه بالهشاشه. ما اسلوبك اسلوب الشخص اللي بيأدي في يعني مهاره الشخص اللي بيأدي للعداله الانتقاليه. نحن نعم. عندنا في السودان كان في هيئه الحقيقه والمصالحه، نعم، كان عندنا لجنه محامي يعني دارفور، نعم، بس ما في اعلام، ما حاسين، ما في مهاره في انه انا اقدر اوصل للضحيه، اوصل للمجتمع ككل انه في شغل زي ده. الناس ما فاهمه انه موجود، الا انت بتنزلي بنفسك كده تبحثي حتى بتحسي انه في حاجه زي دي. فالمهاره بتاع المهاره بتكون من الشخص اللي بيأدي. طيب اوصل المعلومه. طيب مفروض تتوفر موارد في الدوله دي، يلا ايوه الموارد اهم حاجه في جبر الضرر، انه يكون في موارد. حتى نرجع تاني انها معوق من المعوقات لتطبيق العداله الانتقاليه. طيب لانه الدوله بتكون طلعت من حروب هشه، وبتكون الموارد الاقتصادية بتاعته ضعيفة جدا، نعم، وما بتقدر تعوض الضحايا. يعني حتى الضحية بيحس انه فقط كل ما يملك، فقط ما يملك الدولة ما قادرة ليه، لان هي من ناحية اقتصادية هشة. نعم. لسه ده واحد من الاسباب المعوقات اللي بتخلي العدالة الانتقالية شوية تلاقي صعوبة في انها هي تقوم بإجراءات.